البيج ديز بيكس اند كيكس. انا جاهزه. يلا شهي. شوفوا غير شكل. انا كمان شوفوا. مدة التحضير هيدي البراونيز تاخذ حوالي 15 دقيقة، روعة، و20 دقيقة بالفرن تكون خالصة. الشغلة الوحيدة اللي غيرتها بالريسيبي هي اني استبدلت السكر الابيض بالسكر الاسمر، صحي اكثر للولاد. مندوق؟ لا يا بوزة شوفوا. اوكي ثانك يو. بدك ايه بدي مامي شو على اساس بدك تحط لي اياهم زلي. روعه. عن جد شو طيبين. هيك اسرع. مامي شو بعد فينا نزيد له؟ فريز كثير بتلبق له. مزبوط معك حق مامي. من ابشب ريسيبيز البراونيز. كلهم بدك تاكلهم؟ بدون ما تسألني ماما. جربوه عن جد غير شكل. يا أكل. خلصنا الأكل. بعد؟ مامي فينا نوقف التصوير ونكمل أكل. باي.